أرسلت اليوم وزارة التربية والتعليم بقيادة السيد محمد عبد اللطيف 4 قرارات عاجلة إلى جميع مدارس الجمهورية والتي ستطبق فور وصولها. طيب إيه هما ال4 قرارات؟ وكمان بعد ما نسمع القرارات أتمنى أن أنت تقولي رأيك في القرارات دي بعد ما تدوس اللايك وتشترك معايا في القناة لو مكنتش مشترك، وتفعل زر الجرس على كلمة كل عشان توصلك كل الأخبار. القرار الأول تفعيل مجموعات التقوية. طبعا الوزارة قالت إن المدرسين هيفعلوا دروس التقوية. إيه هي دروس التقوية؟ يعني لو الطالب عنده مشكلة في الإنجليزي، عنده مشكلة في الرياضة، عنده مشكلة في أي مادة دراسية، هيروح يبلغ الإدارة المدرسية، وبدور الإدارة المدرسية هتوفر له مدرس. طيب دروس التقوية ده هيبقى نظامها ايه؟ هتكون مناصفة بين المدرس، الفلوس اللي هيدفعها الطالب هتكون مناصفة بين المدرس ووزارة التربية والتعليم. يعني مثلا لو 60 جنيه الوزارة هتاخد 30 والمدرس هياخد 30 جنيه. ده بالنسبة للقرار الأول. أما القرار الثاني فهو توزيع خريطة التدريس قبل بداية العام الدراسي. يعني توزيع خريطة التدريس وإرسالها إلى الوزارة، يعني كل مدرسة هتعمل جدول ليها بخريطة التدريس. وكمان هنضيف عليها القرار الثالث هو جاهزية قوائم الفصول والجداول. يعني عمل جداول، عمل توزيع خطة المناهج، خريطة المناهج، القوائم. والقوائم ما تزيدش عن 50 طالب لتنفيذ خطة الوزارة لمنع كثافة الطلاب، منع كثافة الفصول. وقالت وزارة التربية والتعليم ان جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية قالت وصل لها قرارات ان مش هيزيد عدد الفصول عن 50 طالب او 50 طالبة. القرار الرابع والأخير وهو الاستغلال الأفضل للمدارس الثانوية المجهزة، المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا على أعلى مستوى. وقالت وزارة التربية والتعليم يسمح للمدارس الإعدادية بدخول المدارس الثانوية واستغلال الشاشات، وده هيكون نوع من التطوير في المراحل الإعدادية. دي كل القرارات اللي أعلنتها الوزارة، ال4 قرارات اللي هتطبق قبل بدء العام الدراسي الجديد. قول لي رأيك في القرارات، وشكرا لكم على تواصلكم الدائم في القناة.